البلاد عند الشباب. لا المنطقه الثانيه. هذا يشتغل هذا ثلج هذا طبيعي مين هذا؟ هذا احنا قاعدين نعمر حجر وما في منظمه تساعدنا، لا على خيمه ولا على شيء، عم نعمر حجر. يعني هالشباب المجتمعين كلياتهم اللي يشيل حجر اللي يجيب كذا، نساعد بعضنا. يعني ساعدوني امس يوم احترقت خيمتي، اللي يجيب لي حجر، اللي يجيب لي بحصه، اللي يجيب لي حفره تراب، اللي يجيب لي تبن، اللي يجيب لي لوح توته. سقفناها وشكينا لاكثر من منظمه، ما حد طلع علينا. خيمتي راحت بالحرق هي واغراضها والمونه وكله، ورجعنا التجأنا لعمار حجر من طين وتبن ودبن وشغلات هاي وسقف توته. لو انه يجيب برد ويجيب سقعه بدنا نلتجأ ونضب عيالنا وولادنا عندنا. هاي اللبن وين؟ هاي لبن مو؟ عتراب عشان يصفوا وعترابات حوله. هذا قالب اللبن اللي بنجهز فيه لوك لبن اليوم عشان نجهز بيوت للشتويه. طبعا الخيم قاعد تهبط علينا من الثلج، بدنا نساوي بيوت من اللبن والاتجار. طبعا اللبن بيتالف من تراب وتبن، نكبسه بهالقالب هذا، اول شيء 10 ايام لينشف، بعدين بنعمره مثل البلوك. صلحت المولد امبارح؟ بلشت؟ شو بنكون؟ والله من شرمت اياه. ربيع وين؟ ما ادري. شي؟ عشب. I like it.